تفكرت الأيام اللي هاجرت فيها البلاد وخليت ولادي، خليتهم في دشرة مثل العصافير في العش والأفعى تتربص بيهم. اتفكرت من بعدها وفاة الوالد الله يرحمه اللي ما حضرتش الجنازة نتاعو. اتفكرت الناس اللي تزوجوا ونجحوا وما حضرتش أفراحهم، وغاضني الجنرال توفيق. تفكرت الأولاد اللي تولدوا من العائلة نتاعي وكبروا وأنا ما نعرفهمش. تفكرت الناس اللي خليتهم صغار وتزوجوا وصاروا بولادهم. تفكرت الناس اللي صاروا من بعدي أجداد. تفكرت الأساتذة والأصدقاء وشيوخ القرية اللي ماتوا في الوقت اللي كانت خالدة ترقص في المهرجانات، سيما مهرجان باناف اللي وصل حتى للبلدية اللي أنحدر منها. وغاضني الجنرال توفيق. تفكرت الناس اللي تم الاختطاف نتاعهم، ومنهم عيسى بتيش اللي حكالي مصيره قبل ما يخطفوه. تفكرت خويا محمد خيتاتي اللي قطعوا له راسه وحكالي قصته شافها في منامه. تفكرت زوار الليل، وتفكرت أحكام الإعدامات اللي كانت تطلق في المحاكم الخاصة دون تحقيق. تفكرت الناس اللي لفقوا لهم تهمة المطار وعدموهم. تفكرت التفجيرات والاعتقالات والاغتيالات والسجون. غاضني الجنرال توفيق. تفكرت الأئمة التوقات اللي قتلوهم فوق المنابر، وتفكرت الأحرار والحرائر اللي اغتصبوهم. اتفكرت الناس اللي كانوا يسلسلوا فيهم ويعذبوا فيهم وأفواههم مكممة. وتفكرت مئات آلاف اللاجئين اللي واحد ما راه سامع بيهم. وصرت أحسب شحال من ربيع وشحال من عيد وشحال من رمضان وشحال من موسم وشحال من عطلة قضيتهم بعيدا عن الأهل نتاعي. وغاضني الجنرال توفيق. تفكرت ميمتي اللي ماتت كانت تقول لي يا وليدي وقتش تروح، حابة نشوفك برك ونموت. تفكرت لما كنت صغير وكنت ننام في حجرها وهي تقشر لي في حبة رمان. تفكرت بعض المرضى كان منهم اللي لما تشوفه تقول أسد، ومن الظلم والتفريط صار كل هيكل. تفكرت صديقي محمد الناجي اللي حكموا الكونسير ومات. تفكرت بن عمي حمود اللي قتلوه ورموه في بركة نتاع ماء. تفكرت الناس اللي طردوهم من العمل ومن الوظيفة. تفكرت المشردين. تفكرت المطلقات اللي صاروا يباتوا في الطرقات. تفكرت اليتامى والمعاقين من ضحايا المأساة. وتفكرت أكثر من 200,000 قتيل وأكثر من 20,000 مختطف. وغاضني الجنرال توفيق. تفكرت الطلاب اللي صاروا بالاحتيال أرباب المال. تفكرت المتاجرين بالمخدرات اللي صاروا يدرسوا للناس في البرلمان في الأخلاق. وغاضني الجنرال توفيق. تفكرت وسائل الإعلام لما كانت تلفق في التهم للناس وكانت تتبين في المجرمين على أساس أنهم أئمة وتقات، وكانت تتبين في الأئمة على أساس أنهم مجرمين وفسقة ومدمنين تاع كحول ومخدرات. وبديت نبكي. وغاضني الجنرال توفيق. جا واحد وقف عند راسي وقال لي وش بيك تبكي يا مخلوق، وش خصك؟ قلت له غاضني توفيق. قال لي وين توفيق؟ قلت له علاش ما تعرفش توفيق الوطني المسكين المحقور؟ راه الصحافة كامل تتحدث عليه وتتحدث عن الأصالة نتاعو. قال لي ما تكسرش راسك يا وليدي، كلش راهو مخبي عندنا في الديسك دور ولا ميموار تاعنا. ما تنساش كاش نهار نديرو فيها بروجيكسيون والناس كامل تشوف
اليد تتكلم والعين تتكلم والحجر تتكلم، ويا سعدك يا فاعل الخير والسلام.